أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت حفلاً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، وذكرى تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة العزيزة، رفع سعادة السيد محمد جاسم السبت القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي. كما أعرب سعادة السيد محمد جاسم السبت عن سعادته بالحضور الرسمي رفيع المستوى والشعبي من مختلف فئات المجتمع الكويتي للمشاركة في الاحتفال الذي أقامته السفارة، مضيفا أن هذه المناسبة الوطنية غالية على قلوب أهل مملكة البحرين جميعا، موضحا أن مملكة البحرين حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التنموية المتطورة في مختلف المجالات التي انعكست بالإيجاب على الدولة وشعبها، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما تمتاز به من تطور وتقدم مستمرين في شتى المجالات.